اول حاجه بالنسبه للقاء يعني قدموا فيه المنتخب واحد مجهود رائع جدا في اول مقابله. سفيان رحيمي لهم دو ماتش، اللاعب كيستاهل انه يكون في الدوري الانجليزي، لياقه بدنيه. لاحظت ان اللاعب الوحيد اللي بالي في المنتخب موقف هو رحيمي، يعني لا شفت واحد الكره في الدقيقه تقريبا من سال الماتش ب 14 دقيقه وقت بدا رقم 14، واحد الكره يعني من كاري دي زويج محيده ديالنا، وبالتالي لاعب يعني سهل يكون في الدوري الانجليزي. تقريبا 25 سنه وانا كنت فرج في الكره، اول مره تبان لي 15 دقيقه في وقت بدا الضائع، يعني عمرني شفت بحال التوقيت، لا سيما ان المقابله ما توقفاتش بزاف، يعني كنشوفوا انه كاين مقابلات وهذا اللي حكم في البطوله شحال غيسيف لي 40 دقيقه فهمتوا ولا غيسال لي حتى 140، وبالتالي فبالي الوقت بدا الضائع يعني وسال الوقت بدا الضائع، يعني 15 دقيقه ولا شات الاعاده وثواني ومع ذلك ما سيفلاش. دونك حكم يعني ضيع المنتخب وبزاف ديال ضربات الاخطاء ديال المغرب ما كيتلفاش. كاينين واحد جوج ورقات حمراء للمنتخب الارجنتيني بتدخلات عنيفه جدا، لاعب الامريكا اللاتيني راك عارفه كيفاش داير، وبالتالي كان خص نورمالمون يزبد على الاقل ورقه حمراء. خاص يخدم سكيتشيوي على الجانب التكتيكي، لان كيبان لي ان اللياقه البدنيه فكتدخل المنتخب تقريبا دقيقه 80 بلي ان الريتم ديال مجموعه من اللاعبين هبط. نتمنى انه يكون واحد تغييرات، لان كاين شي لعابه اليوم ما قدموش سيتو خط الدفاع، يعني كيبان انه كان خلل كبير في خط الدفاع. محمدي راه اليوم عتق واحد الشكواري يعني من بوطو جبدو، اكيد بان الحكم كان عنده واحد النيه مبيته بانه كيميل المنتخب الارجنتيني، بدلالتك بانه كيصفر على دي كونفور اللي كيكونوا لصالح المنتخب الوطني. على العموم فالمنتخب الوطني والجماهير المغربيه بصفه عامه فالسقف ديالنا ما بقاش كي ولينا كنطمحوا لما هو اكثر، بحكم بان الفريق الاول كنوصل لنصف النهائي، فبالتالي الجماهير المغربيه كانت عندها واحد الثقه كامله في المنتخب الاولمبي بانه غيقوم بواحد المقابله كبيره اللي ضد واحد الفريق اللي كيحمل واحد الثقل كبير بانه فريق ارجنتيني، فهو مرشح فوق العاده للفوز بالميداليه الذهبيه. المقابله الاولى اكيد بانها كانت مقابله متعبه للفريقين، الفريق الوطني فاكيد ادى اللي عليه، يعني جميع الخطوط كانت متناسقه، فكنشوفوا بان يعني الكره الاخيره اللي جات في الوقت الميت من المقابله، فاكيد لعبنا شوط اضافي ثالث اللي كان الحكم هو الطرف الاول والاخير لهذه المزالة التحكيميه، فاكيد بان ان شاء الله المنتخب الوطني عنده ان شاء الله الامل باقي جوج المقابلات، المقابله الثانيه فاكيد غتكون اقل يعني اقل احتكاك مع المنتخب الارجنتيني اللي كنعرفوه بانه يميل الى الاندفاع البدني، وكنعرفوا بان المنتخب الوطني فكيتوفر على عناصر متمرسه على راسهم حكيمي اللي كان عنده واحد الدور كبير في تحفيز اللاعبين، وكذلك نسى الدور الكبير ديال الحارس المرمى المحمدي اللي توا ادى واحد المقابله كبيره، ولا نسى كذلك الهداف القادم ديال المنتخب الوطني اللي هو سفيان الرحيمي اللي شفنا بانه لعب تقريبا 115 دقيقه ماشي لعب 90 دقيقه، فكان تبارك الله بالنسبه للياقه البدنيه ديالو ساعدته على بانه يكون ان شاء الله كيلعب في الخطوط الاماميه وكيجي كيساند الدفاع. فنتمنى ان شاء الله المقابله الثانيه اللي غتجمعنا مع المنتخب الكرواتي بان نستافدوا من بعض الاخطاء سخف التغطيه الدفاعيه، بان اللاعبين يعني الدهن ديالهم فكان بان انت غتسالي المقابله، فالمنتخب الوطني فهو ابلى البلاء الحسن بهذه المقابله، لان كنلعبوا ضد واحد المنتخب اللي هو مرشح كما قلت لك قبيله فوق العاده الفوز بميداليه الذهبيه. المنتخب الوطني له الحدود الاوفر للمرور الدور الثاني، وكذلك الرفع من الوتيره ديال الاقصائيات الاولمبيه، فنتمنى ان شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني وحظ الموفقه عفوا الاطار الوطني سكيتيوي، وكذلك نبغوا نشدوا بايدي بحراره على الجماهير المغربيه اللي تنقلات، فاننا كنلعبوا في المركب الرياضي محمد الخامس او دونور، ونتمنى ان شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.